تحية لكم من الأولى. هذه نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من الرباط، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمات ملكية سامية، المستشفى العسكري الميداني الطب الجراحي يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية لفائدة ساكنة جماعة للعزيزة بإقليم شيشاوا. إلى مدغشقر وصلت المساعدة الإنسانية العاجلة التي أرسلها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة على إثر إعصار إيفا الذي ضرب مؤخرا هذا البلد الشقيق. تثمين القطاع الفلاحي وإيجاد بدائل اقتصادية مناسبة ومستدامة بإقليم جرادة كان في صلب لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع المنتخبين والهيئات النقابية وشباب الإقليم. أهلا بكم. جلالة الملك يتوصل برسالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب جوابا على الرسالة التي بعث بها إليه جلالته مؤخرا بشأن موضوع قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وفي رسالته إلى جلالة الملك عبر الرئيس الأمريكي عن تقديره لريادة صاحب الجلالة داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه يشاطر كذلك الأهمية التي تكتسيها مدينة القدس بالنسبة لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام. وجاء في رسالة الرئيس الأمريكي أن القدس هي ويجب أن تبقى مكانا يصلي فيه اليهود بالحائط الغربي ويسير فيه المسيحيون على محطات الصليب، ومكانا يصلي فيه المسلمون بالمسجد الأقصى. وبخصوص مسلسل السلام، أكد الرئيس الأمريكي أنه حريص على التوصل إلى اتفاق دائم للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مجددا في هذا الصدد دعمه لحل الدولتين إذا ما انخرط فيه الطرفان. وخلصت رسالة الرئيس الأمريكي للتأكيد على أن القيود المحددة للسيادة الإسرائيلية على القدس هي جزء من المفاوضات بشأن الوضع النهائي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي موقف بشأن القيود أو الحدود. يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي كان قد عبر في رسالته إلى الرئيس الأمريكي عن انشغال جلالته الشخصي العميق والقلق البارز الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء الأخبار المتواترة بشأن نية الإدارة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها. وذكر جلالة الملك بما تشكله مدينة القدس من أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع بل ولدى أتباع الديانات السماوية الثلاث. وأكدت الرسالة الملكية أن القدس بحكم القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن تقع في صلب قضايا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم. نتابع نشرتنا من إقليم شيشاوا وتحديدا جماعة للعزيزة، حيث يعكف المستشفى العسكري الميداني الطب الجراحي على تقديم خدماته الطبية والعلاجية بغاية مساعدة سكنة المنطقة على تجاوز أثار قسوة الطقس. المستشفى أقيم تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية سمية بالعيش ومعتصم بالله البوعزاوي. وطأة البرد لا زالت ترخي بظلالها على ساكنة جبال المنطقة، غير أن القلق من آثارها حل محله اطمئنان كبير، فالمستشفى العسكري الميداني لا زال بالجوار يقدم خدماته الطبية بدءا بالحالات الاستعجالية. أنا مريض ما سنقش يثبت نوجد عند الناس. بجوار المستعجلات مصلحة طب العيون وتوافد كبير للساكنة بلغ حوالي 250 حالة منذ إقامة المستشفى، ونفس وثيرة الإقبال تعرفها مصلحة الفحوصات بالأشعة. جينا ندوزو هنا عند الطب هنا، قال لنا إذا كاين طب مزيانين وكاين الدواء وكاين الخير عطا الله الخير. جئت من جماعة سيدي غانم، أجريت فحصا طبيا على رجلي وعيني والحمد لله كان الفحص جيدا.
بتسلم الأدوية المجانية ينهي المريض الذي لا تستدعي حالته أي تدخل خاص زيارته للمستشفى لينصرف لمباشرة حياته اليومية بمعنويات مرتفعة. تسلمنا الأدوية بالمجان، نشكرهم جميعا جزيل الشكر. أنا جينا مني ولا ضراني الظهر العينين الظهر أمزاق الدواء لأنني حتى الجمع الجماعة تشكت الدين المدينة. على مدار الساعة إذن تواصل مصالح المستشفى العسكري الميداني تقديم خدماتها للمواطنين الذين بلغ عدد من خضعوا منهم للفحوصات الطبية حتى الآن أزيد من 3100 حالة، سلمت لهم أكثر من 260 وصفة طبية. وصلت اليوم إلى أنتاناناريفو المساعدات الإنسانية العاجلة التي أرسلها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى جمهورية مدغشقر على إثر الإعصار إيفا الذي ضرب مؤخرا هذا البلد الشقيق. وقد سلم سفير المغرب بمدغشقر السيد محمد بن جيلاني هذه المساعدة الإنسانية إلى السلطات الملغشية والتي تم نقلها إلى مدغشقر على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية وتزن 30 طنا تتألف من خيام وأغطية ومواد غذائية أساسية. محمد ريد الأبيتي. إلى أنتاناناريفو وصلت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الملكية وعلى متنهما مساعدات إنسانية عاجلة أرسلها المغرب لمدغشقر بتعليمات ملكية سامية، مبادرة تأتي على إثر إعصار إيفا الذي ضرب مؤخرا هذا البلد وخلف العديد من الضحايا. مبادرة عنوانها التضامن تندرج في إطار التعاون والصداقة اللذين يجمعان المغرب بهذا البلد الشقيق. باسم رئيس جمهورية مدغشقر وباسم حكومة مدغشقر وباسم الشعب الملغاشي أود أن أعبر عن امتناننا لجلالة الملك على هذه المبادرات الإنسانية التي لا تعبر فقط عن جودة الشراكة بين المغرب ومدغشقر لكن أيضا عن علاقات أخوة تجمع البلدين. entre Madagascar et Maroc, mais de l'existence de la fraternité entre les deux pays. Il est de tradition au Maroc. من عادة المغرب أن يتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة كما عليه الحال اليوم مع مدغشقر، وجلالة الملك أعطى تعليماته السامية لإرسال مساعدات عاجلة في تجسيد آخر للتضامن مع هذا البلد الشقيق. المساعدات الإنسانية لمدغشقر تزن 30 طنا وتتألف من خيام وأغطية ومواد غذائية أساسية، صورة أخرى من صور تضامن فعال وعلاقات متينة تجمع المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر. كان جيدا تأثير تساقطات المطرية الأخيرة على الفلاحة ببلادنا، فمن جهة بشر المزارعون عمليات تسميد الأراضي ومن جهة ثانية يستفيد مربو الماشية من كلأ المراعي ما يخفف عنهم بعض التكاليف. الروبورتاج لعبد الله الشقر وعبد الفتاح زوين من إقليم الخميسات. هنا بالجماعة الترابية أيت سبرن بإقليم الخميسات الفلاحون في حقولهم يباشرون عمليات التسميد فقد آن أوانها. ارتفاع نسبة الأمطار التراكمية ومخزون السدود شجع الفلاحين على الجد والعمل أملا في موسم فلاحي جيد. كنملحوا كنديروا الملح لأن الأرض محتاجة دابا للملح، لأن إذا ما درناش الملح الزرع غادي يولي صفار وغادي ينقص لأن الجو بارد. هاد البروديه ديال الجو خصنا نملحوا في هذا الوقت ديال الليالي، كنقولوا حنا الليالي خصك تملح بعد ما تدخل شهر جوج دخل براير غادي تولي الارض بدات تسخن كيكون الزرع ان شاء الله بدا يشد راسه ونتمنوا الخير ان شاء الله بحول الله. ما تنديروا الملح للزرع ديالنا وحتى لنكري لنا ما درناش في المره الاولى والحمد لله دابا ملي طاح الشتاء راه حنا بخير وعلى خير. المنطقه ديالنا هنايا معروفه بفرينه والقمح والشعير، هادو هما اللي معروفين عندنا حنا لان المنطقه جافه هنا ما عندناش الماء، البلاد ماشي سقويه. امطار الخير لها تاثير ايجابي كذلك على تطور الغطاء النباتي للمراعي. مربو الماشيه بالاقليم تنفس الصعداء مع توافر الكلأ بالمراعي الطبيعيه بعد انتعاش النشاط الزراعي بالمنطقه خلال هذه الايام. كانت هي العلف قاتلنا والله العظيم، كانت عارف الكوري قول شي 4 شهور ويا العلف حتى لهاد الشتا الاخر عاود رحمنا سيدي ربي الحمد لله ونشكره. دابا خرجت ملي تدور شويه بعد يلا بدات تولد مسكينه دوكا ولات ترقع شويه، مورا كانت مشات لينا الغلمه وبقى فيها ما يدير علاش العلف غالي والحبيس ديال الكوري تترزم.
دابا عاد ولات مسكينة تحرك شوية. بإقليم الخميسات يحافظ الفلاحون على الزراعات الأساسية ويحرصون على تسميد حقولهم، فزراعة الحبوب نشاط أساسي لدى المزارعين بكل أقاليم المملكة بنسبة تقارب 90%، بينما تجاوزت المساحات المزروعة 4.5 ملايين هكتار برسم هذا الموسم الفلاحي. الآن ننتقل إلى أعالي الجبال. محطة أوكيمدن بإقليم الحوز وقد تزينت بردائها الأبيض تفتح ذراعيها لاستقبال الزوار العاشقين لسحر الطبيعة في موسم الثلوج. الفصل أيضا مناسبة لانتعاش الحركة الاقتصادية بالمنطقة، كما سنتابع مع أمين علام، محمد حسن مسكور وعز الدين أبو جيوش. مدخل المحطة الثلجية أوكيمدن يشهد مع بداية العطلة المدرسية توافدا مكثفا للسيارات ومختلف المركبات. تهطل الثلوج على المحطة بكثافة خلال الأيام الماضية أثار شهية عشاق الرياضات الثلجية والاستمتاع بالجبال وهي ترتدي وشحها الأبيض، فجاءوا بأعداد كبيرة للتملي بهذه المناظر الخلابة. كل عام كنجيو نشوفوا هذا المنتجع السياحي الجبلي، وهذا العام عرف واحد النسبة ديال التساقطات الثلجية مهمة. كيعجبني أوكيمدن، كندير لي دي من مع صحابي. صراحة منظر خلاب، ثلوج، الناس يستمتعوا. Moi je connais cette station depuis de nombreuses années puisque je venais avec mes enfants quand ils étaient tout petits. انا اعرف هذه المحطه منذ سنوات عديده حيث كنت ازورها رفقه ابنائي الذين تعلموا التزلج هنا. لا يمكن ان اصف لكم سعادتي كلما حللت في هذا المكان. في هذه الفتره الثلوج حاضره بقوه على غير عادتها. بامتدادها على مساحة تناهز 300 هكتار وبتوفرها على التجهيزات الخاصة بالتزحلق، تقدم محطة أوكيمدن الفضاء الأمثل للمحترفين لممارسة رياضتهم المفضلة ولمبتدئين للاستئناس بالتزحلق على الثلوج. مدربون موسميون يقدمون هذه الخدمة التي تمكنهم من تحصيل مدخول مالي. الناس مرحبا بهم والعطلة هذه والناس كيلعبوا، اللي ما كيعرفش راه كنبقى معاهم نعلمهم، وداكشي اللي ما كيعرف السكي كنعطيو ليه لوج ولا سميتو كنوريه كيفاش يدير وكيفاش يلعب. الثلوج بمحطة أوكيمدن مصدر رزق للعديد من الأسر بالمنطقة، مطاعم تقدم أكلات محلية وباعة مصطفون على طول الطريق لترويج أنواع مختلفة من السلع، كلها أنشطة مدرة للموارد المالية تنشط في هذه الفترة. كل عام تنجي لهنا، كل عام ديما وتنجيب العشوب أنا عشاب. وحنا كنوجدوا كل شيء للناس يعني والأثمان المناسبة والطريق مزيانة ومسرحة، وكنرحبوا بجميع السياح وجميع المغاربة من طنجة القويرة. هو منتجع أوكيمدن واحد من أروع المحطات الثلجية عبر العالم، فضاء ممتع للرياضات الشتوية ومصدر مهم لعيش ساكنة تعقد آمالا كبيرة على موسم الثلوج. المؤهلات الفلاحية التي يزخر بها إقليم جرادة تمنح إمكانية إيجاد بدائل اقتصادية مناسبة وملموسة ومستدامة. التأكيد كان خلال اللقاءين التواصليين اللذين عقدهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش أمس مع كل من رؤساء الجماعات الترابية وممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وممثلي شباب الإقليم. تفاصيل هذا اللقاء مع حنان أرسلان ورشد العتابي. هذان اللقاءان التواصليان شكلا فرصة لعرض مؤهلات إقليم جرادة المتعددة والتي تتمثل في الموارد المائية والثروة الغابوية والمساحات الصالحة للزراعة وغيرها من المؤهلات. تثمين هذه الموارد وتحقيق شروط التنمية المستدامة تطلعات من بين أخرى للساكنة في ظل الإكراهات الحالية. السادة أعضاء ورؤساء المجالس كانوا عرضوا جميع الإكراهات اللي كانت يعاني منها الإقليم واللي كانت كتصب بالأخص في التنمية بما فيها البنية التحتية بما فيها كذلك خلق فرص الشغل. القطاع الفلاحي بإمكانه أن يمثل رافعة للتنمية بإقليم جرادة، وفي هذا الصدد ينتظر أن تنفذ مشاريع بقيمة تفوق 28 مليون درهم ابتداء من هذه السنة في قطاع الري والمنتوجات الفلاحية وتهيئة المراعي وغيرها. كونوا برامج اللي هي جد مهمة اللي غادي تهم يعني مدارات ديال السقي، غادي تهم كذلك تهيئة ديال المجال الرعوي، غادي تهم الفلاحة التضامنية، غادي تهم الغرس
ديال الاشجار ديال اللوز وكذلك ديال الخروب، واحد العدد ديال الامكانات اللي كتهم كذلك اللحوم الحمراء. فعمل اللي غادي يكون ان شاء الله يعني فيه واحد التواصل. هذا البرنامج سيمتد على 3 سنوات بهدف تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية القدرات التنظيمية للفلاحين. مشاريع هذا البرنامج سيتم تتبعها بشكل مستمر لمواكبة حسن تنفيذه. هذا مع تحقيق التواصل مع كافة الفاعلين لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تستجيب لانتظارات الإقليم. أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.13% مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0.28% مقابل الدولار الأمريكي خلال 3 أيام الأولى من دخول إصلاح نظام الصرف حيز التنفيذ. وأبرز البنك المركزي في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية أنه قام ب3 عمليات بيع للعملات بمبلغ إجمالي ب10 ملايين دولار. في ندوة نظمتها سفارة المملكة المغربية أمس ببلجيكا حول موضوع الدستور وحقوق الإنسان أين وصل المغرب، استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزامي التطور الذي شهدته حقوق الإنسان بالمغرب والذي توج بالمصادقة على الدستور 2011، مع التأكيد على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعزيز دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. محمد رضا العبيدي. الدستور وحقوق الإنسان أين وصل المغرب؟ سؤال يختزل مسارا حقوقيا تعزز بعد تجربة العدالة الانتقالية مع هيئة الإنصاف والمصالحة ليتوج عام 2011 بالمصادقة على دستور يجسد الحقوق الأساسية والحريات ويتضمن مقتضيات عدة حول الديمقراطية التشاركية، مسار تناولته هذه الندوة. ديمقراطية أي مجتمع مسار داخلي لذلك المجتمع. انخرط المغرب بقوة في هذا المسار وفي العمل على تكريس حقوق الإنسان، لأنه خيار وطني، لأنه خيار جلالة الملك وخيار المجتمع المغربي. نعمل على شرح هذا الأمر وعلى توضيحه ليتم دعمه. المصادقة على قانون الأسرة، مأسسة المناصفة، التعددية الثقافية واللغوية، كلها مكتسبات دستورية أغنت التجربة المغربية في حقوق الإنسان وكرست رهان بلد يمضي قدما في ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات. مكنتنا هذه الندوة من معرفة العديد من الأشياء بخصوص تطور مجال حقوق الإنسان في المغرب. قدمت الندوة اليوم نموذجا على أن المغرب يتقدم في هذا المجال ويخطو خطوات كبيرة. وبين الإنجازات والتحديات، نقاش فتحته هذه الندوة بين فاعلين سياسيين ودبلوماسيين ونواب أوروبيين وأفراد من الجالية المغربية ببروكسل. تعريف بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان بإنجازاتها بانشغالتها وكذلك بالأفق اللي فتحت بالنسبة للبلاد ديالنا. الندوة التي نظمتها سفارة المملكة المغربية في بلجيكا هي حلقة في سلسلة ندوات تم إطلاقها السنة الماضية بلقاء حول إصلاح الشأن الديني، وستتواصل بعقد لقاءات أخرى تتناول نضال المرأة المغربية والسياسة الإفريقية للمغرب. نفتح صفحة الأخبار الدولية بشأن الفلسطيني، حيث أكدت روسيا أن حجب تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقرار من الولايات المتحدة سيقوض بشدة جهود تلبية احتياجات اللاجئين، ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة صعوبة استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. قالت وسائل إعلام تركية هذا اليوم أن مقاتلة تركية قصفت نقطة مراقبة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري في مدينة عفرين شمال غرب سوريا. وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن العملية العسكرية للجيش التركي في مدينة عفرين السورية انطلقت بشكل فعلي. إبراهيم مرزوقي. كما هددت قبل حوالي أسبوع، بدأت أنقرة السبت عملية عسكرية برية وجوية أطلقت عليها اسم غصن الزيتون، استهدفت مواقع الميليشيات الكردية المدعومة أمريكيا في منطقة عفرين السورية شمالي حلب.
وكان كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدرم قد أعلن عن بدء هذه العملية. الرئيس أردوغان أكد أن عملية عفرين ستتلوها عملية أخرى في منبج، وذلك بهدف طرد المسلحين الأكراد من المنطقة الحدودية والذين تعتبرهم أنقرة منظمة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني. وقد حمل أردوغان واشنطن مسؤولية ما وصفه بخطأ الاعتماد على منظمة إرهابية. الولايات المتحدة التي أعلنت قبل أيام أنها ستشكل قوات كردية في الشمال السوري على الحدود مع تركيا انتقدت الهجوم العسكري التركي على مواقع المسلحين الأكراد في عفرين، وقالت أن هذه العملية لن تسهم في جلب الاستقرار إلى المنطقة. أما موسكو فقد أعربت عن قلقها إزاء التطورات الميدانية في عفرين ودعت إلى ضبط النفس، كما أعلنت أنها سحبت جنودها من المنطقة حرصا على حياتهم. وكانت الخارجية الروسية قد حملت الولايات المتحدة المسؤولية حيال تصعيد الوضع في منطقة عفرين. التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم في باريس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعا الزعيمان إلى تسريع وسيرة الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي مع تقديم أفكار لتعزيز الاتحاد قبل شهر مارس القادم. من جهة ثانية أشاد الرئيس الفرنسي بالاتفاق الأولي لتشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا بين المحافظين بزعامة ميركل والاشتراكيين. الكوريتان تعتزمان توحيد صفيهما خلال مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث اتفقت الكوريتان الشمالية والجنوبية على أن يسير وفدهما جنبا إلى جنب في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل. كما اتفقتا أيضا على السير معا تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى تشكيل فريق مشترك يشارك في منافسات هوكي الجليد للسيدات. مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة التي وصلت حد التجمد تشهده مناطق عدة في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. طقس رديء أغلقت على إثره الكثير من المدارس بأتلانتا وشمال شرق جورجيا وغرب نورث كارولينا بعد أن تسببت عاصفة في انهمار الثلوج بغزارة، ما أدى لإطلاق إغلاق الطرق وقطع خطوط الكهرباء ووفاة أكثر من 10 أشخاص. بدورها تعاني القارة الأوروبية من مرور عواصف قوية ورياح عاتية بلغت سرعتها 140 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في شل حركة الطيران والقطارات وفي خسائر مادية وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو في هولندا وحدها، بالإضافة إلى مقتل 9 أشخاص في بلجيكا، ألمانيا وكذلك بهولندا. بعيدا عن أخبار العالم، بالمكتبة الوطنية بالرباط نظمت سفارتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لقاء حول الذكرى 75 لمؤتمر الدار البيضاء، حينما استضاف المغفور له صاحب الجلالة الملك محمد الخامس قادة التحالف تشرشل وروزفلت بالمغرب لتحديد مسار الحرب العالمية الثانية. بوجمع الفاوي وعبد الرحيم فيلول. خلال هذا اللقاء الأكاديمي الذي أدار مناقشته سفير المملكة المتحدة بالرباط وحضره كتاب ومؤرخون من الولايات المتحدة وبريطانيا والمغرب، إضافة إلى مدير أرشيف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وينستون تشرشل، تم التطرق إلى الدور الحاسم الذي لعبه مؤتمر الدار البيضاء سنة 43 و1000 في إنهاء الحرب العالمية الثانية وتحديد خريطة ما بعد الحرب وما تلاه من تفكير جدي في مصير ومستقبل العالم والعلاقات بين الدول. يشرفنا أن أكون حاضرا في هذه الندوة التي تعقد بالرباط. الندوة عربون عن التحالف والترابط الموجود بين المغرب والمملكة المتحدة، ترابط لا زال مستمرا إلى الآن، وأنا أريد تعميق هذه الروابط حتى تكون أكثر قوة أكثر من أي وقت مضى. والندوة فرصة لتفحص ماضينا بهدف استخلاص دروس تفيدنا في خلق مستقبل جيد وأحسن من الحاضر.
الاحتفال بمرور 75 سنة على قمة أنفا بين الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل شكلت أيضا فرصة أمام المشاركين في هذا اللقاء الأكاديمي للحديث عن الأهمية البالغة التي يمثلها مؤتمر الدار البيضاء سواء في الماضي أو الحاضر، وعن رغبة القوى العظمى في إعادة تشكيل وبناء علاقات اقتصادية وسياسية بين الدول مبنية على السلم والتفاهم. بمكنس وضمن فعالية مهرجان الهندسة المعمارية أبرز المشاركون دور المهندس المعماري في حماية وتثمين التراث الوطني. المهرجان كان مناسبة لإبراز الخصوصية المعمارية للعاصمة الإسماعيلية مكنس. عبد السلام الخروي، إبراهيم الغوتي، وعبد الإله شهاب. من تازة إلى فاس، فمكنس مهرجان الهندسة المعمارية شكل حدثا متميزا، والمناسبة جاءت معها المبادرة لإعادة الاعتبار لمعلمة دار البارود لتصبح في القريب دارا للهندسة المعمارية والتراث، ولتشكل النواة للتحسيس بالتراث وتنميته والمحافظة عليه. حدث يذكر بالتراث المعماري وينفتح على التجديد وعلى التجارب الناجحة، وكذلك في المعرض ديال المجسمات هناك تاريخ الهندسة المعمارية وتاريخ المهندسين المعماريين عبر حقب الزمن. مهرجان الهندسة المعمارية حدث فتح النقاش بين عدد من المكونات والفعاليات حول قضايا الهندسة المعمارية ببلادنا، نقاش في المقومات والإشكاليات من أجل استشراف المستقبل وخلق تصورات ورؤى تحترم المعايير الجديدة وتسير في نسق احترام البيئة وتحسين عيش المواطن. بغينا التحسيس بواحد الموضوع ديال الهندسة في خدمة المواطن. احنا التحسيس بغينا نوصله ونقربه عن طريق محاضرات، عن طريق معارض مجسمات. الهندسة المعمارية ديما كتكون في خدمة المواطن، ولكن احنا بغينا نكرسوها بهذا اليوم الوطني وبهذا المهرجان، وخصوصا نربطوه بالتراث. المهرجان عبر محطاته الثلاث شكل لقاء للتواصل والتحسيس بالهندسة المعمارية وبجدواها. مع هذه المناسبة تم التوقيع كذلك على العديد من الاتفاقيات ستكون قاطرة للتنمية ولتثمين الموروث المعماري والثقافي الوطني. في الشأن الحزبي، عقد حزب التجمع الوطني الأحرار مؤتمره الجهوي بوجدة. في جدول أعماله تشخيص تموقع الحزب بالجهة ودراسة فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. رشيد كن ورشيد العتبي. المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بوجدة محطة تنظيمية أخرى تنضاف إلى مسلسل النضال الذي ينهجه الحزب من خلال تفعيل نهج جديد لتقوية الصفوف الداخلية بين المناضلين خاصة بالجهة الشرقية. المؤتمر الجهوي هو بمثابة تفعيل للنهج الجديد اللي أتت به القيادة الجديدة، كما هو استمرارية للمسار اللي بدأوه تجمعيين بمدينة الجديدة ب 19 ماي خلال فعاليات المؤتمر الوطني. كما أن المؤتمر الجهوي هو بمثابة تقوية للحوار الداخلي بين المناضلين والقيادة. انتظارات المرأة كبيرة وكبيرة جدا، ونقترح إحداث مرصد محلي ليكون كآلية توجيهية للاستماع إلى انتظارات المرأة وإكراهات التي تكبلها محليا وجهويا ووطنيا. المؤتمر الجهوي كان مناسبة لوقوف التجمعيين على مستجدات الساحة السياسية الوطنية ومناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحديات المطروحة أمام الجهة الشرقية، وأيضا بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب. كان نقاش حول أولا الإمكانات اللي هي مطروحة، وكذلك يعني كيفاش كنشوفوا الهوية ديال الحزب، التموقع ديال الحزب. تكلمنا كذلك على النموذج التنموي، سقسينا المناضلين على كيفاش كيشوفوا النموذج التنموي في المستقبل. غادي نكملوا ان شاء الله هذا المسار ونستشروا مع الجهات، جميع الجهات، باش يكون عندنا واحد الخلاصة اللي يمكن نقدموها كبلاتفورم وتكون تساهم في النقاش الوطني ان شاء الله. المرأة والشباب عنصران كان حاضرين من خلال التمثيلية والنقاش على حد سواء، فالمؤتمر كان فرصة للتواصل وأيضا لتقوية الجبهة الداخلية للحزب.
الآن مشاهدينا يرافقنا الزميل عبد الرحيم بن شيخي وعلى غرار كل يوم سبت لنتعرف إياه على جديد الساحة الثقافية ببلادنا هذا الأسبوع. عبد الرحيم مساء الخير. مساء الخير مريم. ماذا في شعبتك هذا المساء من أخبار ثقافية؟ الجديد نبدأه من المعهد الوطني للموسيقى والفنون الكوريغرافية حيث يفتح أبوابه من أجل عرض للموسيقى الكلاسيكية، أداء مشترك بين الأساتذة والطلبة، فرصة لإبراز مواهب فريدة في الأداء على الآلات الوترية خصوصا. محمد رضا العبيدي، أمين شرقاوي وخديجة رفيقي. خلاصة موسيقية وأداء مصقول لنخبة من طلبة المعهد وأساتذته، عزف شمل مقطوعات لأشهر المؤلفين الموسيقيين لعصور مختلفة، هو بمثابة درس وعرض لنتائج التكوين الفني. الأستاذ ترافق الطالب في القسم، وهذه سي إن كونتينويتي، أنا مرحلة ثانية وهي أهم القسم، لأن أولا تيضطر أن الطالب أنه يبين كاع دوك المهارات ديالو، وتيضطر أنه يسقلها ويكون انسجام مع الآخرين، وهذا الانسجام راه هو الأصل ديال الموسيقى. الموسيقى إلا ما كانش فيها انسجام ما تكونش معبرة. أداء مشترك بين الأساتذة وطلبتهم، وفرصة لإبراز المواهب في آلات وترية صعبة المراس. أيام مقبلة إن شاء الله غادي يكون عندنا الحفل، وغادي يكون فيه حتى لي زانسترومون افون. دونك هادي حنا بدينا بلي كورد، لان سي فغي حنا تنفتقروا شيئا ما المواد لي زانسترومون افون، ولكن بدينا شيئا ما نكونوا طلبه، وان شاء الله قريبا غادي يكون الاوركستر ان شاء الله كبير. المعهد الوطني للموسيقى والفنون الكوريغرافية يفتح أبوابه مرحليا من أجل إطراب الجمهور والطلبة وإبراز المواهب الجديدة. تلقي فكر العروي، موضوع اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط بتعاون مع معهد العالم العربي بباريس. لقاء كرم المفكر المغربي عبد الله العروي الذي داعى صيته عربيا وعالميا بفضل مؤلفاته التاريخية الفلسفية والأدبية. زكية بلقاس وعبد الإله مزاحي. مبتكر سلسلة المفاهيم المفكر عبدالله العروي في رحاب كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط، والتي قضى بمدرجاتها سنوات كأستاذ يدافع عن نظريته الفلسفية وعن رؤيته للحداثة وللمجتمع. أعود هنا فأنا يعني أشعر بنوع من الفرحة، وكذلك يعني أنا فخور بأن معهد العالم العربي يقوم بهذه المبادرة مع كلية الأدب، وأتمنى أن يبقى المغرب بخير ويتقدم. المشروع الفكري لعبد الله العروي محور هذا اللقاء الذي عرف مداخلات فكرية تناولت محورين هامين، العرب والحداثة وتلقي فكر العروي. فكر العروي امتد على طوال 50 سنة، فكيف كان يقرأ ويفهم 50 سنة قبل الآن أو 40 أو 30، وكيف يقرأ وكيف يفهم اليوم؟ لأن الفكر، هناك الفكر ولكن هناك الواقع كذلك، فالواقع يتطور والفكر كذلك يتطور، وفهمنا للفكر يتطور حسب الواقع الذي نعيشه. والبلد عربي نزوره باسم كرسي معهد العالم العربي الذي أنشأته العام الماضي هي الرباط، هذه فرصة ثمينة
والفرصة الأثمن أن تكون الشخصية العربية المكرمة الأولى هي عبد الله العروي أستاذ لأجيال عديدة. التحاور والتلاقي بين أجيال من الأساتذة والطلبة حول مواضيع تهم الحداثة وماهية العلاقة بين الشرق والغرب هو ما جسده هذا اللقاء العلمي الذي يدشن لمسار للتعاون بين معهد العالم العربي بباريس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. الكلام المرصع عنوان فقرة من برنامج الفصل الشعري الثاني الذي انطلقت فعاليته بمقر دار الشعر بمراكش، أمسية بقراءات شعرية زجلية لزجالين مغاربة معروفين بحضور العديد من محبي هذا اللون الأدبي المغربي. سبية بالعياشي والمعتصم بالله البوعزاوي. هي أشكال وألوان من أحجار كريمة ينطرها الزجال أمام الحاضرين، وبكلامه المرصع يذكرهم بالحائل من المعاني التراثية التي لها في قلوبهم ووجدانهم مكانة خاصة. اللقاء كان قيم جدا لأنه كانوا فيه ثلاثة ديال الوجوه المعروفة جدا على مستوى الكتابة، كتابة الزجل، الأستاذ أحمد المسياح، الأستاذ المسناوي غنيين عن التعريف على مستوى العالم العربي، الأستاذة فاطمة كذلك تشق طريقها في مجال الزجل، كتبت في مستوى هي مستوى رفيع والمدارس مختلفة في الزجل. ساوي الميزان كاملك، سمعيني عيطة عبدية. أما ابنة آسفي الزجالة فاطمة المعيزي فاختارت أن تفتح جرح الشجن الأنتوي وتستطيب لدة الألم وهي تنشد قصيدة ضفاير لالا. هاد الدعوة هي أصل لحظة لقاء مع شيوخ الزجل، مع شعراء، مع خبرات وتجارب شعرية أدبية، هي فرصة للانفتاح على الآخر. الزجالان إدريس مسناوي وأحمد المسيح الأول أتى برؤية جديدة للغة الزجلية تنسجم مع النظريات العلمية وتغازل أساطير العالم، أما الثاني وهو من الرواد فقد ساهم بشكل كبير في تموضع القصيدة الزجلية ضمن المنجز الشعري بالمغرب. التجربة المغربية تقدمت بالزجل، والقيمة هي التنوع من الناس الذين يستلهمون الملحون كتراث ومرتبط بالهوية المغربية من عيطة إلى آخره. طبعا رغبنا أن يكون هناك حوار ما بين الأجيال بعضها البعض، والأكيد أن العديد من الفقرات القادمة مستقبلا ستعطي الألق للبرنامج المنتظر من دار الشعر مراكش. الأمسية ببرنامجها الحافل انضافت لتعزز أرشيف دار الشعر التي تأسست حديثا بناء على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والاتصال بالمغرب ودائرة الثقافة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. فقدت الساحة الفنية الملحن والأستاذ عبد الحميد بوجندار الذي اشتهر باهتمامه بأغنية وموسيقى الطفل، وكان الفقيد مؤسسا للمهرجان الدولي للموسيقى وأغنية الطفل التربوية الذي استمر لأزيد من 18 سنة. الفقيد ووري الثرى هذا اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط. إن لله وإنا إليه راجعون. الروبورتاج مع عبد المجيد الحلاوي وعبد الإله مزاحي. القليل من المبدعين من اهتم بموسيقى وأغنية الطفل، من هذا القليل عبد الحميد بوجندار الأستاذ والملحن. من الممكن أن تطرب الكبار، لكن من الصعب أن تلج قلوب الأطفال. والراحل عبد الحميد بوجندار بحسه الفني الرفيع وثقافته الواسعة وذوقه عرف كيف يكون في خدمة الطفولة من خلال الأغنية الهادفة والجميلة. اليوم كان افتقدوا واحد الأستاذ كبير، أستاذ في مجال الفن والموسيقى وبالضبط في أغنية الطفل اللي افتقدناه اليوم، فتعازينا الحارة للأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة. إن لله وإنا إليه راجعون. أعز ما عندنا الفنان ديالنا بوجندار، تعتبر من الأوائل الفنانين اللي كانوا عشنا معهم في أواخر السبعينات، ومن الأوائل اللي احتفظوا بمجال أغنية الطفل بالمغرب. ولا إله إلا الله، ونتمنوا ليه الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. كيبغي بلاتو بزاف، ضحى من أجلها بزاف، ضحى من أجل الأغنية، من أجل الموسيقى، ضحى عطاج جهده كله.
الفنان الراحل عبد الحميد بوجندار أسس مهرجانا دوليا كبيرا لموسيقى وأغنية الطفل التربوية استمر لأزيد من 18 عاما. ترأس الجامعة الوطنية لموسيقى الشباب والطفولة، وكان عام 2016 قد حظي بالتكريم من قبل المهرجان الدولي السابع للموسيقيين المكفوفين بتطوان، الذي اختار أن يسمي دورته بدورة عبد الحميد بوجندار. هكذا مشاهدينا تكون نشرتنا قد استوفت كل موادها. تذكير بأهم ما جاء فيها. بتعليمات ملكية سامية، المستشفى العسكري الميداني الطب الجراحي يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية لفائدة ساكنة جماعة لالة عزيزة بإقليم شيشاوة. إلى مدغشقر وصلت المساعدة الإنسانية العاجلة التي أرسلها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة على إثر إعصار إيفا الذي ضرب مؤخرا هذا البلد الشقيق. تثمين القطاع الفلاحي وإيجاد بدائل اقتصادية مناسبة ومستدامة بإقليم جرادة كان في صلب لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع المنتخبين والهيئات النقابية وشباب الإقليم. طاقم النشرة يشكر بقائكم معنا مشاهدينا، لقاؤنا يتجدد غدا بإذن الله.